السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا علي عامر من فريق العمل نوادي العراق، واليوم أنا راح أشوفكم شغلات تستعملوها بلوحة المفاتيح مال الكمبيوتر. هاي ماشي، هذول شغلات يعني يساعدوك تصير يعني بالكتابة أسرع، بالشغل مالكم أسرع، وهذول يعني بالإنجليزي يسموها الشورت كاتس، يعني شغلات هيك يعني لمسات تسويها عمود تسرع الشغل مالتك وتسرع يعني لما قاعد تشتغل على الكمبيوتر مالتك. تريد تستعمل هذه الشغلات عم يعني تحرك يعني حول الكمبيوتر، كو عندك ما تدوس عم تحرك اسرع من الكمبيوتر على مود ما تساعدك بشغلك وتصير يعني اسرع ويعني احسن بشغلك. فخلينا نروح على اول وحده هسه. فهسه اول وحده اذا تريد تجيب لقطه من يعني الشاشه مالتك انت يعني كنه سكرين شوت لقطه، مو فيديو بس صوره، بسرعه طريقه تسويها تدوس ويندوز. اذا على فكره هذا نشغل كل مال ويندوز مو ماك، كله ويندوز، دوس ويندوز شيفت واس اوكي، تصير الصوره مال الكمبيوتر تصير شويه يعني مظلله. وعلى فكره هذني كل الدقمات حتكون على الشاشه مالتكم، فيعني كله يصير بسهوله. فلما تدوسون كنترول شيفت واس على اللوحه مال المفاتيح، تجون هنا وين ما تجون انتم تاخذون الصوره، بس كانه انا داخل الصوره مال اسمه مال عبد الله ويا هذا الولد. فدي نسوي هيك شيء، بس لحد ما تجي تسويها بعدين علاقه صارت. وبعدين وين تلاقيها هو يكون مرفوع على الكليبورد تبع الكمبيوتر مالتك. فوين تلاقيها تجي هنا، تجي على يعني الدوكيمنت الباوربوينت الوورد الاكسل كل هذا، يعني كل الاماكن تقدر تسوي على بيست. تجي هنا تسوي كنترول في اوكي، طلعت هاي الصوره، تضغط ثواني خلي تحمل، هاي طلعت الصوره هنا. فهاي الصوره اللي تاخذهن ما يتحمل على الكمبيوتر مالتك، بس روح على الكليبورد كنه يعني شغله يعني كنه يعني تيجي تاخذ صوره كنه يعني كوبي على شغله يعني صغيره تتريد، بعدين تروح على البيست فيسويها. هي هاي شغله كلها سريعه حلوه همات، لما الناس يجون يعني ياخذون صوره من شغله حلوه شافوها يحملوها على مالتهم الفاير مال الوورد او يعني الباوربوينت. شغله كلها سريعه وسهله همات. خلينا نروح على الطريقه الثانيه. والشغلة الثانية اليوم كنه شغلات هاي كان كل شغلة يعني مضحكة حلوة لما قاعد تحكي ويا صاحبك صاحبتك اخوك اي شيء، شغلة يعني شغلة حلوة. ان شغلات هنا اسمها ايموجيز. شنو هذني الايموجيز؟ هذني الايموجيز كنه شغلات يعني الضحك يعني العصبية هيك الوجه يعني وجهات. فخلصوا شلون تجيبوها، تجوا على لوحة مال المفاتيح مالتكم تدوسون ويندوز والدقمة اوكي، طلعت هاي الشغلات. هسه كيف عندي اسوي هاي؟ كل احنا اللي نسوي شغلات الضحك تقدر تدوس اكثر من مره كيفك انت، بعدين طلعت هاي هنا تقدر تمسح يعني طبيعي. مره ثانيه خلينا نعيدها، تسوي تدوس الدقمه مال الويندوز والدقمه مال النقطه، تجي هنا تقدر تسوي هاي، تقدر تسوي هذا الزائد هذا كله. عندكم هاي شغلات، عندكم يعني على الاقل 1000 2000 من هذني الشغلات، كلش حلوات كلش سهلات. شغله يعني كان شغله مضحكه حلوه لما قاعد تشوي صاحبك صاحبتك، يعني ممكن انت ابوك اختك امك اي شيء شغله يعني قاعد تسويها يعني ويا اصحابك، شيء شغله حلوه مضحكه سريعه يعني شغله يعني واحد لما يشوفها تكون حلوه ماشي. خلينا نروح على الطريقه الثالثه، انه شلون تستعملون اللوحه مال المفاتيح مالتكم. والشغله الثالثه هاي اليوم شغله كنه يعني اذا واحد دخل بغرفتك او انت قاعد على شغلك يعني قاعد بعمل فيديو او قاعد تقرا في الشغله، وواحد دخل بغرفتك او يعني مكانك، اذا انه مثلا انت قاعد تبيع هذا الفيديو، اكو طريقه كنه يعني مو تسد بس عاد تغير شاشه مالتك على الشاشه يعني وحده ثانيه. بهاي الطريقه تجي على اللوحه مال المفاتيح مالتك، تدوس كنترول ويندوز ودي، راحت شغله طبيعيه، شغله يعني شغله سريعه طبيعيه. اذا قاعد تحاول تغير مالتك الشاشه، انه اذا واحد دخل غرفتك ما تريد انه هو يعرف انه قاعد تسوي انت. بس الشغله الثانيه اذا سويت هاي الشغله شلون تقدر ترجع؟ انه ماكو طريقه ترجع لحد ما اسوي هاي الشغله. فاني اللي على اللوحه مالتي يعني هدوس كنترول اف ان معناها فانكشن، لانه يعني انا الفانكشن هذا اني بالنسبه لي هذا اني اكو عندي دقمات هنا، كل دقمة انا شغلتين بس. الشغلة الثانية الطريقة اللي اقدر استعملها اذا ادوس FN اوكي، فعني الكم انتو هالكيبورد علامات الثانية يعني غير من الناس ثانيين، بس الكم انتو دوسون كنترول ويندوز اوكي و F4 رجعنا ماشي. فالشغلة كل سريعة حلوة يعني ورا ما راح الولد او المية يعني ورا ما دخلوا الغرفة مالتك تشوف شنو سووا، يعني ترجع لغرفة ترجع على مالتك
اسمه الفيديو او الـ او او القراءه، يعني اي شيء. فمثل ما قلت الدوز كنترول ويندوز دي، اذا ترجع تدوز كنترول ويندوز اف 4، هاي شغله كلها سريعه وكلش حلوه. خلينا نروح على الشغله الرابعه. فهاي الشغله الرابعه هسه شغله انه اذا قاعد تستعمل الكمبيوتر مالتك وتريد ترجع على الشاشه مالتك الاولويه لما تروح على الكمبيوتر سريعه، لانه يعني ليش تسوي هيك؟ يعني تروح على الكمبيوتر مالتك تسوي هيك وهيك وهيك تنزل. فيعني احسن شيء تسويه هو انت اذا تعني قاعد انت قاعد ورا يعني هوايه من يعني برامج، تجي على اللوحه مالتك تدوس ويندوز ودي راح تجي. بس مو نفس هاي الدقمات سويناها قبل ثاني قبل 5 ثواني، ترجع على مالت الكيبورد بس الحاله تقدر يعني تقدر تروح تطلع عليها مره ثانيه. بس يعني مثل ما قلت مو نفس هاي الدقمات، يعني لما تدوس كنترول ويندوز ودي كله كانه صفحه جديده لكل ثانيه، لا مو شغله تيجي. يعني شغله كلش يعني كلش يعني كل سهله مثل ما قلت ويندوز ودي شغله كلش كلش حلوه. انا مستعملها لما قاعد استعمل الكمبيوتر مالتي، يعني اذا اروح على برنامج ثاني وانا قاعد على اليوتيوب اروح على فايل ثاني، يعني كل سهله كل سريعه كلش حلوه. وانا هوايه 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 اقول لكم استعملوها لما قاعد تستعملون الكمبيوتر مالتكم، اذا تجدوا على برنامج ثاني ثالث او رابع. بس تستعملون هاي ال 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 هاي الدقمه هنا، لانه ليش تسوي هيك؟ بس سوي كنترول ودي سريعه كلش سريعه وكلش حلوه. خلينا نروح على الشغله الخامسه. فالشغله الخامسه هاي شغله يعني كلش حلوه سريعه، ويعني تساعدكم كلش اذا قاعد تحاولون تروحون من برنامج لبرنامج لبرنامج بسرعه وبثواني، يعني مو يعني الثانيه. فهاي الشغله شلون تسووها؟ تجوا على اللوحه مال المفاتيح مالتكم، تدوسون الدقمه، يعني تضل داش على الدقمه Alt، اوكي Alt، ودوسون دقمه تاب، تروح تاب تاب تاب. فيعني تيجي تروح على اي برنامج فاتحين التف، قول انا بدي اروح على بهذا البرنامج اللي هنا، تروح على هذا البرنامج كلش سرعه كلش يعني كلش كلش سريعه. انا استعملها دائما دائما، بس انا استعملها على مارتن ماوس لان ما في دقمه ثانيه مالتي هوايه، فانا ادوس بس دقمه واحده تتغير. فيعني كلش سريعه كلش حلوه وانا دائما استعملها هاي. يعني لما استكفتها هاي الشغله دائما 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 استعملتها، كلش حلوه كلش سريعه همات. فاني انصحكم كلش كلش تعملوها انتو لما قاعد تستعملون على الكيبورد مالتكم، عندكم وايد برنامج يعني برامج يعني فاتحيها، تقدر تروح من برنامج واحد لبرنامج واحد. صح مرات اذا عندكم هوايه برا يعني هوايه ابلكيشن مفتوحات ممكن تاخذ شويه وقت تروح على وحده، بس يعني ليش تروح على شغله واحده؟ يعني ليش تروحون هنيك تجوا على كل ما تكون تسوون هاي وكل هذا الحكي بدون؟ يعني بس روحوا على هذا البرنامج دوسون Alt وتاب سريعه وكلش حلوه. خلينا نروح على الشغله السادسه. فهاي الشغله السادسه هسه شغله كلش حلوه وعند يعني شغله تساعد الدنيا كلها، انه تقسيم الشاشه مالتك، انه اذا فاتح يعني وورد فاتح يوتيوب تقدر تسوي هاي الشغله كلش سريعه وتساعدك كلش. فشني هاي الشغله؟ لما تدوس ويندوز اوكي ويندوز او يسار اوكي، فخلي نجي هنا اوكي، بس على هذا ويندوز يسار او يمين او فوق او جوا او جوا مره ثانيه، شغله كلش سريعه كلش حلوه. وقول احنا والله هسه ورا ما دسنا هاي الحاله تطلع هنا، ندوس هاي الدقمه تقسمهم اثنيناتهم بالنص اوكي، يعني سريعه تقدر تقرا يوتيوب، تقدر تروح على اسمه التاماتك الثانيه، تقدر تروح على اي شغله سريعه وكلش حلوه وتساعد هواي الناس لما قاعد يحاولون يسوون شغله على شغله. وانا ما تنصحكم تستعملوها لما فاتحين هواي برامج او برنامجين اثنين قاعد تشتغلون اثنين بواحد. فخلنا نروح على الشغله السابعه. فهاي الشغله هسه في شغله يعني كلش 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 مفيده على الناس انه فاتحين شغلات يعني ما يريدون الناس يشوفوها. اذا انت رايح عند الحمام، راح تاكل اكلك، راح المحل، او يعني رايح على غرفه ثانيه، فهاي طريقه انه تقفل الكمبيوتر مالتك بسرعه وبسهوله غير ما تروح تنزل هنا على هاي الدقمه مال ويندوز اوكي، وتروح على شغله الباور، تروح على الريستارت كل هذا الشيء. فلا هاي شغله مو يعني مو شغله انه تسد الكمبيوتر، شغله انه تقول يعني تقفله يعني تسد الكمبيوتر مالتك انت بسرعه. فهاي الطريقه شلون نسويها؟ تدوس ويندوز وال بعد سدناها اوكي، يعني شوف شو ما صارت. طبعا تقدر تسوي لوجن بسرعه يعني بسرعه تسوي يعني كانه شغله سريعه كلش بس رجعنا. فشغله كلش مفيده على الناس انه فاتحين يعني فاتحين شغلات يعني اسمه فايلات يعني ما يريدون الناس يشوفوها، او فاتحين شغلات انه اذا يعني اذا واحد شافها ويعني يعني قراها انه شغله يعني تصير
مو زينة على ولد. فيعني انا صح كلهم يستعملوها اذا رحتوا على غرفة ثانية، رحتوا الحمام، رحتوا للمحل، يعني عندكم داونلود او عندكم فايل مفتوح يعني مثل ما تشوفوه، تستعمل ويندوز ال وقفلوا له كمبيوتر مالتك بسرعة حلوة. اوكي فخلنا نروح على الشغلة الثامنة. بس هاي اسمها هاي الشورت كات كلش 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 زينة اذا تسد التاب مالتك بالغلط. اوكي فيعني سقول احنا بالله اجينا سدين يعني هاي الشغلة قاعد يعني احنا قاعدين على كيفية مارتنا قاعد نطوع يعني فيديو او قاعد نقرأ اسمع ارتكل وبالغلط احنا سديناها، قاعد نحاول نروح منها هيجي ويجي وبالغلط احنا سديناها فكل سديناها هيجي. فاكو طريقة تجعلها بسرعة رأسا هيجي غير ما تروح من هذا النا. اوكي تروح على الهيستوري تلاقيها هنا في شغلة كل سريعة، وشنو الاستعمال مالتها هو اسمه كنترول شيفت و تي، كل سريعة وكلش كلش كلش مفيدة للناس. انه اذا بالغلط سديت مالتك الـ يعني الجوجل تاب او سديت في شغلة يعني اسمه يعني تحتاج تفتحها، على فكرة هاي بس تشتغل على جوجل او على يعني على اي مكان تقدر تسوي بحث، يعني ما يعني ما تشتغل على الوورد، ما تشتغل على باوربوينت، بس على جوجل. ها اوكي فخلنا نروح على اخر شغلة. فهسه اخر شورت كات على الكمبيوتر مالتك، هاي شغله مفيده اذا عندك انت برنامج قاعد يعني قاعد يمتص مالتك البطاريه او قاعد يعني قاعد يمتص مالتك يعني القوه مال الكمبيوتر مالتك، يعني فاتح تفتح في اللعبه او عن باوربوينت وقاعد وايد تشتغل عليها وقاعد يدمر الكمبيوتر مالتك يعني قاعد ينزل مالت الجوده. فالطريقه شلون نسويها، نسوي كنترول شيفت اسكيب ويفتح لك التاسك مانجر. هذا التاسك مانجر يقول لك انه اي برنامج مفتوح، اكو برنامجات يعني مفتوحات لازم تكون مفتوحات عمود الكمبيوتر يقدر يشتغل، لانه الكمبيوتر مستحيل يكون 100% ماكو عليه برنامج مفتوح، لازم يكون شغله مفتوحه عم يستعمل. فالطريقه شلون تجي هنا، اذا انت فاتح في الشغله لاقي البرنامج المفتوح انت تريد تشيله، انا اريد اشيل هذا السبوتيفاي هنا. اوكي فاتحين السبوتيفاي اللي نسوي يعني قول احنا هو قاعد يمتص مالتنا الشغل، فسوي لنا ان تاسك ونسد. اوكي ورا ما نسد معناها خلاص انسد وخلاص يمتص القوه مال اللابتوب مالتي او الكمبيوتر. طبعا بسهوله تقدر ترجع تفتح هو يعني البرنامج المفتوح حتى بسهوله كلش. فهذا هو الفيديو، اشكركم كلش على المشاهده. هذا يعني فيديو اني يعني اتمنى انه ان شاء الله ساعدكم يعني بسهوله انه تحرك بالكمبيوتر مالتك، شنو الشغلات تحتاج تعرف على الكمبيوتر مالتك، كل سهل كل سريع. ويعني انا استعمل على الاقل اظن استعمل 7 من 8 شغلات هنا. الشغله الوحيده اللي ما استعملها هي مال يعني اخر وحده شفتكم مال ان تاسك ولا تاسك مانجر، بس انا يعني اهم شيء انه تستعملون شغلات عم تسرع يعني تسرع الاستعمال مال الكمبيوتر مالتك وتخليك يعني كانه يعني تبين بروفيشنال لما تكون على مالتك يعني الشغل، او يعني يكون يعني يكون صاحبك هنا قاعد تسوي هاي كل شغلات كأنه شغله حلوه انه يعني مميزه لك، ويعني يعني كل شغلات كلش حلوات. فشكرا كلش على المشاهده، اشوفكم بعدين. لا تنسون تسوون اشتراك، تسوون لايك، وتسوون تعليقات جوا، وقولوا لي اي شيء اذا تحتاجون مساعدات حطوا بتعليقات جوا شنو تحتاجون مساعده، وانا 100% راح ارجع لكم. فاشوفكم بعدين، شكرا، اشوفكم بعدين، باي باي.